ناري بدات كتغوت عاوتاني مشكله هادي. قلت لكم البارح يلا شديت السوارت قولي على سلامتك. وهنايا ندير ان شاء الله لا صالا مونجي، هادي هي بلاصتها ان شاء الله، تاهي راني طلبتها. حبوباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ عرفت بلا وطولت عليكم بزاف، وشحال هادي ما بنتش. والناس اللي كيسولوا فيا شكرا لكم بزاف 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 من القلب، لا من عائلتي ولا من البنات صحاباتي، ولا كاع الناس اللي كيجيو عندي حتى الانستغرام كيقولوا لي فينك. المهم راني الحمد لله كنت عيانه شويه، كان عندي الرحيل كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، كنت كنرحل، فداكشي علاش ما كانش عندي الوقت باش ندير دي فيديو. واخا كنت كنصور، هانتوما غتشوفوني صورت معكم كلشي ان شاء الله، غير نلقى ليه الوقت وعاد ندير لي المونتاج. كتعرفوا الافلام ولا هاد لي فيديو كياخذوا شويه ديال الوقت، فغادي تبقاو معايا قلت لكم في المراحل كلهم. ملي كنت كنجمع في الرحيل وشوفوا الكراتن وراه اللي مدوز الرحيل اللي غتفهمني علاش كنهضر. فريمون اكثر حاجه كتعذب هي في الرحيل، ماشي هي الهزان، هي تجمعي هادشي وفاش تحولي تعاودي عاوتاني تحطي داكشي كل حاجه في بلاصتها، وبالاخص هادشي الصغير، هاد الكويسات الفيليلات الحوايج، خاص كل حاجه تردها لبلاصتها، وهادشي كياخذ وقت طويل. وهادشي علاش كنقول لكم كنسمح منكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله غير دابا منين نستقر ونكمل الدار ان شاء الله في الجميع وداكشي غادي نكون معكم، وغادي نرجع عاوتاني للفيديو ديالي، نرجع حتى لي دي اي واي، دوك الاعمال اليدويه، لانني توحشتهم وبزاف منكم كيقولوا لي علاش ما بقيتيش كديريهم، فان شاء الله حتى ما غادي نرجع ليهم. فغير خليكم معايا، ما تنساونيش وما تنساوش هاد لا فيديو حتى هي، لان كنقول لكم هادي بحال شي بدايه جديده ان شاء الله للحياه، بدايه جديده، دار جديده، نفسيه جديده. كانوا دازوا عليا شي شويه ديال المشاكل الصحيه وداكشي، وبغيت ان شاء الله نعاود كل شيء بحال غندير ريستارت لراسي. فنتمنىكم دائما تكونوا معايا، دائما تدعموني باش هاد القناه لان عزيزه عليا بزاف، ما بغيتهاش تمشي. الا ما بقيتش كنحط فيها لي فيديو داكشي تقدر اليوتيوب تحيدها ليا، فانا ما بغيتهاش تمشي ليا. غادي نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو حتى هي، ونشوفكم ان شاء الله قريب قريب. خليكم معايا باش تشوفوا المراحل كامله اللي دزت منها. هانتوما عرفتي الدنيا كلها كراتن كراتن، هانتوما غتشوفوا هذوك الناس اللي غادي يجيو يرحلوا ليا الحوايج، كيجيبوا لي هاد الكراتن فاش كندير داكشي ديال الدجاج وداكشي، كيكونوا صغيرين شويه لانهم كيكونوا ثقال، وكيجيبوا كراتن كبار فاش ندير الحوايج وداكشي، وكيجيبوا لي حتى هادو باش كندير فيهم دوك الغطايات ديال ليلي المخاد، باش ما نبقاش هادشي ما يمكنش غادي نديرو في الكراتن لانهم كيكونوا كبار شويه. المهم كيف ما غتشوفوا معايا كلشي عندهم منظم تبارك الله، وهاد الشركه اللي درت معها الرحيل الا بغيتيهم يجمعوا لك حتى هادشي يجمعوه لك ويصايبوه لك، وانت تمشي غير تحطي غير تبداي تجبدي وصافي، ولكن كيكون غالي شويه، فالوحدات زعما نحاولوا نقصوا شويه على راسنا المصروف. راه فاش كترحلي راه كلشي كيخصك تشريه جديد، وكلشي خص تنقصك، وكيكونوا القياسات ماشي بحال بحال، وخصك تاني تعاودي تشري اتات جديد للدار جديده، فاللي قدرتي تنقصي منها اولا توفري فيها فاحسن. هادشي تقدري ديريه بيدك ديريه، كيعذب شويه وبالاخص اللي ما عندهاش العوين. انا بنتي راك ما عرفتو ما كايناش معايا، وراجلي ما كنعولش عليه. المهم غادي نديكم من تما ديريكتومون لايكيا هاد الطبله، انا راني محمقاني ومهبلاني شحال هادي، وكنت حالفه ان شاء الله الا شريت شي دار فيها هكا لا كوزين كبيره نديرها بحال ان بلون دو ترافاي، لان دائما الكوزينات ديال الجابون كيكونوا شويه صغار كيف ما كتعرفوا كيف ما كتشوفوا معايا دائما، ديك البلاصه لو بلون دو ترافاي كيكون عندها صغير. فانا خديت هاد الطبله هادي بالضبط، وان شاء الله غادي نصيبها وغادي نجمعها بوحدي، وغادي نصيبها بوحدي، وغادي تبقاو معايا كلشي قلت لكم صورته لكم. انا راه حتى ارتحيت شويه، عاد بديت كندير شويه ديال المونتاج لهاد لي فيديو. هاد الطبله فريمون يا البنات اللي عندها الوسوعيه ولا اللي قدرات تلقى شي نجار مخير زعما يصيبها ليها، راه غادي تنفعكم بزاف. المهم قلت لكم هذه كانت دويره حتى هي في ايكيا، وقلت زعما نوري لكم المشتريات ديالي. شريت حتى واحد الثلاجه جديده، لان الثلاجه ديالتي صافي بدات كتقدام، دازت عليها تقريبا شي 8 سنين ولا 9 سنين. هذه دابا هي اللي خديت، خداتها ليا لينا بنتي الله يحفظها وين تجيها. هكا كتحل عندها دو بورت وداكشي. المهم زوونه، عجبتني وكنت باغيه وكنت مشهيه، فقلت منين جيت تحولت اللهم ندير كل شيء في مره واحده، ما نبقاش كل مره داخله خارجه.
المهم نتمنى الفيديو يعجبكم، خليكم معايا، راه مازال طويل الفيديو، ولكن نتمنى انه يعجبكم وما تملوش منه. ما قدرتش، ما بغيتش نبقى زعما نقطعو نديرو على ثلاثة ديال الطراف، ولا كل مرة نرمي لكم 10 دقائق، ولا قلت اللي مهتم واللي نيت غادي يبغي يشوف سناء مني جدازت ولا سناء شنو كدير، راه غادي يبقى معايا في الفيديو حتى يكملها. ما كملتهاش دابا، سير تغدى ولا سير تخرج ولا منين ترجع ان شاء الله، ولا ترجعي كملوا لا فيديو. فنتمنى تعجبكم، والله العظيم البنات راني عيد تعذبت فيها بزاف، وايام وايام اللي دوزت فيها هادو، راه التصاور ديال ولا لي فيديو ديال ايام ماشي ديال نهار واحد. صافي قلت لكم، المهم الرحيل راه صعيب، والغلا زعما في كل شيء، اي حاجه بغيتي تشريها كتلقاها كتشوي، ولكن ما عندك ما دير، يا اما تاخديها كحاجه بالتقسيط، ولا يا اما تخلي الحاجه القديمه عندك تعاودي تصايبها الا مازالت تقدر تصلح لك. انا الثلاجه قلت لكم دازت عليها 8 سنين، فما كانش يمكن ليا زعما، ما يمكنش لي زعما نصايب فيها شي، وكانت تهرست لي واحد الحاجه، واحد اللعيبه في الباب، حتى كان فاش كان جا عندي بابا كان صايبها ليا غير هكا غير بريكولاها. هي هذه انتما تشوفوا الثلاجه ديالتي، راه حتى هي بعتها، كاينين شي ناس هنا اللي بغاوها فبعتها ليهم، جاب خدمها من عندي من الدار نيت القديمه، ماشي جبتها حتى لهنا، حيتها عليا من الدار القديمه، كاينين الناس اللي محتاجينها، و زعما بعتها بثمن غير رمزي، ماشي لان هذه اللي بغيت نرميها انا في الزبل حشاكم، غادي خصني صباح النور يا حبوباتي، صباح الورد، شوفوا في الصباحات راني خارجه غاديه للدار الجديده، انا غادي بسطل غادي نمشي شويه نجمعها، نشوف شنو اللي غيخصها وشنو اللي خصني نشري. فا يلا معايا، كاين غير الجهاد، واحد البرد، واحد البرد البنات، راه ما نعاودش ليكم، راه الموت ديال البرد، ولكن ما عندنا ما نديرو، بغيت ان شاء الله ان شاء الله نكمل الرحيل في هذه الايام هذه باش نرتاح، يدخل عليا ان شاء الله العام الجديد وانا مكمله، واخا راه صعيب شويه. ندير هذا الشيء في اللور في البالكون، قلت لها في الكوفر ديال الطوموبيل، راه عامره الدنيا، هاد الطيل هذا كيتجمع، فعمرت فيه كاع هاد المواد ديال التنظيف نتوما كيف ما كتشوفوا، غنديرو هنا وغندير الويفي حتى هو. قلت لكم هنا هاد الكوفر انا درت فيه هاد الالومنيوم باش ما يتوسخش ليا الكوفر، درت فيه هادشي ديال التنظيف، قلت لكم هذا الويفي جديد يلاه طلبته، وهذا اللي غادي ندير في الدار باش يتحيدوا منه الا كاينين شي حشرات ولا شي حاجه، هذا كتلقي في الدار، المهم تنديرو غنوري لكم كيفاش داير، بحال واحد ماشي نفاخة، واحد البخاخ المهم يلا نمشيو، الطوموبيله راه موسخة منعاودش ليكم، ولكن كل حاجة بوقتها، بينا توكل على الله، بينا توكل على الله، بسم الله. يا عفسي هذا الفولو ما قدرش نمسو بالبرد، يديت بلاصاو، شوفي غير باش نخرج غير من الدار للطوموبيله قدام الباب، نموت نموت البرد، بسم الله. ايوا واش غادي نعاود لكم البنات، قلت لكم ان شاء الله غير دعوا معايا نكمل هذا، نكمل الرحيل في هذه الايام هذه، ونقدر زعما نبدا العام الجديد، نداه زوين، نداه جديد، نداه بالدار جديدة، نكون تحولت كل شيء، والله العظيم لا هذه الأمنية ديالي، واخا دابا حنا اليوم شنو؟ اليوم لو 24، باقي ليا 6 أيام، دابا أنا كان غنمشي غير باش، قلت لكم البارح يلاه شديت السوارت، قولي على سلامتك، وهذا هو اليوم غادي نمشي باش نشوف شنو اللي غيخص للدار، شنو اللي غيخصني نشري، شنو اللي مازال ناقصها، الحوايج اللي بغيت نبدلهم قبل زعما ما نجيب الباكاج ونحط داكشي، ونولي عاد خصني عاوتاني نحيد الباكاج ونعاود داكشي اللي بغيت نعاودو. المهم اليوم حتى تمشيو معايا للدار وغادي نفهمكم شنو اللي باغا نعاود، هي الدار جديده ما خاصها حتى شي حاجه، غير كاينين شي حوايج بحال دوك، بحال دوك لي بواني وداكشي اللون ديالهم ما عجبنيش، وما جانيش مع ما جانيش زعما انيق، هادوك اللي بغيت يا اما نصبغهم انا بالكحل، يا اما زعما غتمشيو معايا من بعد لواحد الهوم ديبو، يلقى زعما شي ساقطات مزيانين وداكشي نبدلهم من الاول، ومهم دي روبون هكا بغيت نديرهم حتى هما كحلين في الحمام
وفي الكوزينه باش يجيني مع داك العود. المهم دابا غتشوفوا معايا الكوزينه سابقه للاحداث. الفرحه الفرحه البنات. والله العظيم الا هاد الماسك دابا في الدول تقريبا كاملين ما بقاوش كيديروا الماسك. الماسك حنا عندنا في جابون ماشي اجباري، ولكن تقريبا 90% ديال الناس كيديروه. اولا كيدفي، عرفتي من خريق بلا كنحس بيه قريب يتقطع على هو ولا ودني. راه كتشوفوني دايره حتى العكافه. كلشي العكافه منين جبت السميه. قلت لكم فاش كندير الماسك كنحس بحال داك النفس ديالي كيسخن ليا وجهي، فغادي نخلي الماسك ديالي نسخن به ذاتي بعدا. اش غادي نقول لكم البنات، غير دعيو معايا والله العظيم. بغيت غير الاراء ديالكم البنات اللي رحلوا قبل مني وداكشي، قولوا لي واش هادشي صعيب هكا معانا بوحدي تقريبا اللي كنرحل. لا راجلي لا بنتي كلشي خدامين، فانا بوحدي اللي كنجمع هذاك الجميع ديال داك التقرطيط ديال هالكيسان هالفيزان ها، وحنا عارفين المراه المغربيه بسلامتنا. داكشي اللي كنجمعو ما كيجمعو حتى واحد. كتلقاي الكوزينه عندنا صغيره، وداكشي فاش تجبدي الماعن كتلقاي كتقولي انا ما عرفتش شنو فين كنت دايره هادشي. زعما فريمون راه حنا دي جيني، تكون عندها الدويره قد هكا، وكيكون فاش تجي تخرج الرحيل كتلقى عندها كاميو قدا شناهو. واش غادي نديرو، كنموتو على الباقش. خلاتها ماما بعدا الباقوش الباقوش. ايوا بلا ما نطول عليكم بزاف البنات، المهم الشميشه راه كاينه واحد الشميشه فنه، ولكن راه موان دو اليوم ناقص جوج درجات زعما المود البرد. فمزيانه مني الشميشه هكا كاينه، نوري لكم الدار تبان لكم كيف ما هي زعما كيف ما انا عجبتني النهار اللي مشيت شريت نشوفها وشريتها. كانت الشميشه وكان الضو داخل ليها وداكشي. المهم دابا تشوفوا معايا كلشي، يلا حبوباتي خليكم معايا. المهم البنات انا وصلت، هذه هي الدخيله ديال الدار، انتما غتدخلوا معايا تشوفوها. ما عرفتش منين كيشعل الدور من قبل، وكنحاول نجرب زعما دخلت هذا الشيء، دخلت داكشي اللي جبت معايا، جبت معايا الويفي وجبت معايا هادشي باش ندير التنظيف. المهم الدخيله دايره بحال هكا، كاينه هذه كيف ما كتعرفي دائما الماسك بعدا. كيف ما كتعرفي دائما هذه ديال الصبابط دايرينها هنا هادو. علاش نهضر لكم البنات، هاد اللون اللي دايرين فيهم ما عجبنيش، فهادو خصني نبدل هاد لي بواني. هذه ديال الصبابط وداكشي راه فيه ثلاثه، وهادو داع هاد لي بواني انا بغيت نبدلهم. هادو الا كانوا في الكحل غيكونوا انيقين كثر. المهم انا نقلب لكم الكاميرا باش نولي لكم الدويره. ومرحبا بكم، مرحبا بكم، الف مرحبا. المهم قلت لكم البنات كاينه الدخله كاين فيها هاد هاد لارموار، ها هو راه مهزوز على الارض زعما فاش نبغي ننقي ولا غادي يكون طالع ما غاديش يكون فيه عندي مشكله ندوز لاسبيغاتور ولا نجفف ولا. الارضيه كلها هكا بالباركي في الدار كلها. عندي هنا الحمام، ولكن راه قلت لكم ما فهمتش هي البلاصه ديال الضو، حاولت نشعلو وما عرفتش اين هي فيهم، والله ما عرفت. كنبركهم كاملين معنا مجهده في هادشي ديال الضو. ما عرفتش اين هي، والله ما عرفت اين هي، خساره. ولكن ماشي مشكله، هادشي راه كله غتعاودوا ترجعوا تشوفوا معايا من بعد. كنت كاين هنا البلاصه ديال ماكينه الصابون، وكاين هنايا هاد لافابو بهاد المجورة ديالو، هادشي ديالو كامل اللي ان شاء الله فاش نجيب الحوايج وفاش نبغي هادشي كامل ننظمو اكيد 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 غتكونوا معايا في المراحل كاملين. قلت لكم كاين هذا هكا، هو كبير تا هو، وكاين السلام عليكم. الظلام دامس. قلت لكم كاين هاد لاغموار تا هو بالجاج، ولكن كله هكا فيه البلايص فاش نقدر ننظم هادشي ديالي. بابا فيه ثلاثة، فيه ثلاثة د البلايص، غنخلي وحيدة للمهدي راجلي والاخرين دياولي أكيد، أنا اللي عندي الباكاج. وهنايا كاين الحمام، والله إلا خسارة 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 اللي مكينش الضو. المهم راه هادشي كامل غنعاود ليكم إن شاء الله. قلت لكم هذا الحميحيم هو داير بحال هكا، بحال الحمامات ديال جابون كاملين كيكونوا هكا أونكاستخي فاي، شفتو مكيكونش الفرق، كيكون كله هكا مجموع. فما كتخرج حتى نقطه ديال الماء لبرا هكا داير. في بعدا واحد الشريج من تما، وفي هذه اللي كتنشف ليا الحوايج، في العلاقه، في كلشي زعما ما خاص والو. هذه اللي مازال ما شفتوش انا كي داير، هذا اللي خصني نبدلو. كيعجبني واحد كتكون فيه هنايا واحد البطونه باش كتبقاي توقفي الماء باش ما يبقاش الماء بحال اللي دايره في الدار الاخرى.
فهمتوا، كتكون عنده هنا واحد البطون كتوخ، كيفاش كتكوني ديري الشاور ديالك كتوقفيه غير من هنا، ماشي تسدي الروبينيات من هنا ولا هذا اللي غيخصني. اذا باش نمشي نتقدم نكون عارفه شنو خصني نشري. فقلت لكم هكا هذا الحمام، هذا البيت النعاس ان شاء الله، هذا اللي بغيت نديرو بيت النعاس، دير بحال هكا نتوما بعدا كنشوفوا الشميجه حتى لفين داخله. هاد الضو ما كاينش، ولا كنشوفوا شحال مضويه الدنيا. هنا فين قلت ان شاء الله غندير بيت النعاس ديالي، خصو حتى يوصل ليا من ايكيا، راني كلشي كومونديتو، خص قلت لهم غير حتى الرحل عادي يجيبوه ليا باش ديك الساعه نحطو على النقه، وما نبداش غادي زعما بالرحيل يجيبوه ليا الدار القديمه وغيخصني عاوتاني نجيبو لهنا. اللهم يجيبوه ليا ديريكتومون لهنا. الله، عرفتوا هاد الشميشه شحال سخونه مع المد البرد، مازال ما كاين لا كليماتيزور لا والو. قلت لكم هنا كاين هاد لارموار كبير حتى هو فيه ديال التعلاق، نشوفو قداش غندير. كاينين في بلاصه اخرى غندير واحد المهدي حوايج وداكشي، ولا اخر يبقى ليا. وكاين واحد لبتي بالكون فهاد البلايصه، واخا ما كبيرش حتى هو عاد غادي نقادو ان شاء الله ونصيبو، وكيطلق على لوطوغوت راه غتبان لكم من لهيه، المنظر زوين. بعدا هادي اكيد هاد الدار اللي خدينا ما غاديش يكون عندنا شي بنايات قدامنا، لان لوطور دايزا ما كاين ما يبنيو تما دائما ان شاء الله يا رب العالمين، الله يطول العمر غتبقى عندنا هاد الطله بحال هكا وتبقى الشميشه داخله الدار. ايوا قلت لكم هذا هو البيت الاول، وهنايا كاين البيت الثاني، واخا انا هذا ما غاديش نعتبره بيت لانه هو كيتسد، كيكون هكا مسدود باش كتدخلي مع الدار، كيكون مسدود لا من هذا ولا هذا. شفتوا كيكونوا مسدودين هكا، هذا تقدري ديري بيتي لعندك الناس ولا شي حاجه. هو بيت كبير تبارك الله، هذا قلت هو اللي غندير الصالون، وهنا ندير ان شاء الله الصالون مونجي. بالنسبه لهذا البيت ها هو، واخا خارجه فيه هذه البودره هنا، خصني نشوف لها شي حل. كاين واحد الشريط من تما باش يدخل الضو، وكاين هاد البلاكار عاوتاني كبير، هذا غارق. شوفوا البنات شحال غارق، الدوبل ديال الاخر شفتو. هذا بعدا غيهز ليا حتى هو، شحال كنفرح فاش كيبنوا ليا المجوره وهذا والبلاكارات، شكون بحال ديال البنات. كنفرح بحال درتي انجاز. كتعرفينا كنا كنبغيو نخبيو ونستفو، وفاش كتكون الدار بلا بلاكارات وبلا غونجمون راه والله العظيم الا مشكله. المهم هادشي راه باقي، راه قلت لكم الدار جديده نتوما كيف ما كتشوفوا، غير الجاج وداكشي مع لوطور تحداها، راه الجاج كيخلع، خصو هادشي كامل مسحه وغسله. وعاد غيخصني لي ريدو، وانا ما بغيتش نخلي هاد لي ريدو اللي دايرين هما ديجا هنا هكا، كاين هاد لي ريدو هنا، ولكن انا ان شاء الله ان شاء الله الى ربي سهل بغيت نديرهم من الفوق من اللي هي باش يبان زعما العلو. صافي قلت لكم هاد البلاصه نتوما راه فيها هاد الكوليس هنا، شوفوا هاد ما عرفتش شنو اللي قيس هذا، داك الميكا اللي حيدو، شوفوا حيدو الميكا وما عرفوش يحيدوها مزيان، حتى نعاود ليه هو المسيح لكم. المهم هانتوما كيولي بيت مسدود، الا بغيتي ديريه بيت غتسدي ليه غير هاد البيبان هادو وغيولي بيت مسدود، ولكن انا لان كاين انا غير انا وراجلي غادي ندير بيت النعاس، وان شاء الله ان شاء الله هاد البيت بغيت نحلو هكا يبقى محلول، ندير هنا ان شاء الله شي صاله، يا اما لي فوتو يا اما صالون مغربي. وهنايا ندير ان شاء الله لا صالا مونجي، هادي هي بلاصتها ان شاء الله، تاهي راني طلبتها ومن ايكيا حتى هي، وغادي تجيني تنرحل. شوفوا الجاج، شوفوا هذا الشميشه اللي داخله اللي عجبتني في الدار، الشمس داخله حتى لوسط الدار، البيوت كامله نتوما كتشوفوا. قلت لكم الضو ما عنديش، واخا هكاك شوفوا الاضاءه كي دايره، فهكا دايره الدويره. وفيها هاد البودره قلت لكم هنايا حتى هي اللي ما عرفتش البودره ديال العماره، اكيد ما غاديش نقدروا نحيدوها، ولكن غادي نحاول ندير ليها شي ديكوراسيون هكا بالعود ولا باش ما تبقاش باين هكا عايبه. واخا هي ماما فاش شافت الفيديو قالت لي راه ما عايباش زوينه، غتجي بحال لا فارقه الكوزينه مع لا صالا مونجي، قالت لي زعما خليها غير هكاك بيضاء راه زوينه. المهم تنشوف ان شاء الله ديك الساعه. وهذا البالكون قلت لكم راه كبير تبارك الله، فيه هنايا واحد البلاصه اللي ديري فيها كليسه بالكليسيات وداك الشيء، مزيان نخرج نوريها لكم حتى هي. وهنايا كاينه الكوزينه، انتما حتى الكوزينه راه
كبيبره زعما محلول هذا الشيء باش عجباتني، ما فيهاش قوه البيبان وداك الشيء. غادي تكون مضويه الضو داخل من هنا والضو داخل من البالكون من هنا، وهكا محلوله على الجهه الاخرى حتى هي. غادي تجيني غير الثلاجه تما اللي تاهي شريت جديده تتوصل لي هي، غندير تما الثلاجه وهذا والكونجيلاتور، وغادي ندير شي بتي مابل تما حداهم باش نحط فيه داكشي ديال الالكتروميناجر ديالي. المهم هذه هي الكويزينه كيف ما قلت لكم، فيها هذا الشرجم اللي مفرحني هذا، بحال شي امتي كونطوار اللي نقدر نستعمله، يا اما غندير فيه لا ديكوراسيون يا اما غنخليه نيت يتستعمل في ككوزينه صافي. ولي بلاكار هنايا هما الفوق كاملين بحال هكا، انت راه هزوا ليا زعما في الباجاج وغارقين. هادو راه منهم ثلاثه لاوت هنايا خلاص. هاد لاوت هي انا ما عجبنيش اللون ديالها لان الفران كحل وهنا كحل، وهادو دايرينهم بالكري قلت لكم، هادو اللي ما كرهت يا اما نصبغهم. انتما راه كيتحيدوا من هنا، انتما راه كيتحيدوا من هاد البلايص، هادو نقدر نحيدهم ونصبغهم بديك بلا بومب وهكا بالكحل. شوفوا تخيلوا معايا كيفاش غادي يجي المنظر الا كانوا هادوك لي كري دابا ولا ارجونتي، يكونوا حتى هما كحلين غيجيو زوينين. وهاد اللاوت هي ان شاء الله الا قدرت ندير ليها غير بحال داك داك اللي كيتلصق فوق من داك الورقه اللي كتلصق تجيني تما حسن وصافي. هذا هو الروبيني زواون في هاد اللعيبه هادي هنايا باش كتقدري تغسلي بها. المهم شي راه كلكم عارفينو. صافي قلت لكم هاد لي بلاكار اللي عجبوني عاد وزوينين وفيهم فين نحط كاع الباجاج ديالي. كاين هذا كاين هذا ديال المقالي وداكشي. المهم ديك الساعه حتى نجيب الباجاج عاد غادي نعرف كل حاجه فين غتمشي. كاين هذا عاوتاني هنا في هذا ديال المعالق وديال الفراشط وداكشي، وكاين هذا التحتاني عاوتاني زعما الحمد لله فيها فين تحطي. كاين هذا ديال المقالي وداكشي. المهم قلت لكم دابا ما عارفاش بالضبط شنو اللي غادي يجي فيها، خصها واحد المسحه. انتما راه ديجا توسخوا كلشي، هادشي ان شاء الله غادي ندوز عليه وندوز على الدار عاد نبدا نجيب الباكاج. ديروا لي هذه بعدا ديال الغاز وانا كنحمق على الغاز. هذوك لي بلاك انا الالكتريك ما عنديش معاهم، لان كون كانت الكتريك هي في الحقيقه في الاول كانت الكتريك، انا قلت لهم يبدلوها ليا بهذه لان خصني المعن كلهم نعاودهم نشريهم من جديد، وما غيخدم ليا لا طاجين لا براد لا حتى شي حاجه. المهم حبوباتي هذه هي الدويره، واخا صغيوره ولكن عجباني ما نعاودش لكم شحال عجباني. يا ربي دخل عليا بالخير وبالسلامه، تكون عتبه زوينه. المهم قلت لكم يا ربي تكون عتبه زوينه، يا ربي تكون عتبه زوينه. المهم قلت لكم ها انتم حتى من هذا الشرجم هذا كيبان لك لوطوط مفوجه الدنيا، ما كاينش حتى زعما الصداع ولا انتم الطريقه غير صغيوره، كيدوزو منها غير شي طوموبيلات صغار. وهذيك هاد لوطوط هانتوما كتشوفوا ديري لي هاد اللعبه هنا بنت نحل الشرجم نشوفوا شحال ملي كيتحل. ها كيتحل غير هكا، هذا بعدا كان كيتحل باش يدخل ليا اللي كانت الريحه ديال الطياب ولا ما تبقاش. هذا ما كيتحلش الموسيكه قلت لكم، هذه عندما واخا حليت الشرج ما كتسمعوش الصداع ديال الطوموبيلات. شوفوا شحال ديال الطوموبيلات كيدوزوا، ديري لهم هذاك الجاج تما باش كيعزل الصوت، بحال كيخلي الصوت يبقى غير لداخل كاع البلاصه اللي فيها السكن كيديروا فيها، وحدها لوطوط كيديروا حداها هاد بحال الحيط راه غادي حتى اللي انتما شفتو باش ما كيصدعش الناس، ما كيكونش صداع بزاف كيحليتو كيسديتو. ما تلاحظوا معايا ما كاينش الفرق. انا كنت خايفه في الاول نكون سكنت حتى لوطوط زعما يجيني الصداع ديال الطوموبيلات ما نقدرش ننعس ولا لي في. شوفوا الجاج كي داير، شوفوا الجاج كي داير من الداخل راه نقي، ولكن برا مع داك الغاز ديال الطوموبيلات وداك شوف كي داير دابا هادشي كله خصني نغسله. المهم الحمد لله قلت لكم هذا هو البالكون، هانتوما رجعت في هذه البلاصه هذه اللي كلها خصها تسيق وداكشي ان شاء الله عاد ندير فيها عاد نقادها ونصيبها وندير لها داك العود وديك البلا داك بحال الباركي. وفيها من هنايا هاد الشوره غادي حتى ليه. الحمد لله الحمد لله عجباني البنات ما نكذبش عليكم.
وحنا مالنا. المهم انا لقيت عارفوني كنبغي نشارك معكم كل شيء، كنبغي نشارك معكم حياتي فين كنمشي منين كنجي، وحتى الا رحلت ولا راه اكيد دائما غادي تكونوا معايا. المهم كاينه هذه حتى هي ديال اللي كتحكمي فيها في الغاز وفي الماء السخون، الماء الطايب، وديري الحمام، حتى الحمام تقدري تصيبيه من هنا. زعما هاد التيليكوموند انت جالسه في الكوزينه كتعمري الحمام، كتغسليه، كتصيبي المهم اللي بغيتي ديريها كديريها من هنا. وعاوتاني عندنا هنايا كاينه هنا الطواليت، اعزكم الله الضو راه ما كاينش الضو، خاصها تنزل بوحدها. قلت لكم هنايا كاينه الطواليت، وحتى هي بغيت ندير فيها واحد التعديلات، بغيت نصايب فيها ان شاء الله واحد. المهم تشوفوا معايا داكشي كامل في هاد لي دو بلاكار الفوق فاش ندير البابي جينيك وداكشي، اعزكم الله. وهنايا عندي واحد بحال بلاصه ديال التخزين، قلت لهم نهار فاش بغاو يصايبوا لي البابي بان، قلت لهم ما يديروش ليا، ما يخليوش دوك القرطات اللي كانوا، حيدهم ليا كاملين تنعاود نصايبو كامل على قياس دوك المنظمات اللي بغيت ندير انا المونه ديالتي وداكشي. المهم هذا راه هو البانتري روم ديالي، صغير ولكن كافيني ومعديني حتى هو بيت بحال هكا. هانتوما كيجي هنا ما كيبانش، واخا كان عليهم يديروه لهجي ولكن حدا الكوزينه ولكن ما كاينش فين. وهذا هو ان شاء الله البيت صغير، هو اللي بغيت ندير انايا لاكالي ديالي ان شاء الله يكون فيه كاع داكشي اللي كندير. كتعرفوني كنبغي ندير هادشي ديال الدي اي واي وداكشي، وشحال هادي ما درت حتى شي حاجه في البيت صغير وعلى قياس هداكشي اللي باغا ندير. هما نورمالمون كون ما كنتش كندير هادشي ديال الدي اي واي كنت نديرو هو البيت ديال الحوايج، زعما بحال الوركين كلوزيت وتكون كبيره، بحال ندير فيها هنايا هادوك دوك لي بلاكار ديال ايكيا وداكشي، راه يجي زوين. ولكن انا ما محتاجاش زعما، لان حنا غير جوج وكاينين تبارك الله البيوت الاخرين، فهذا غادي نخليه قلت لكم غير للدي اي واي، غادي ندير فيه كاع داكشي ديالي يكون باين عندي ان شاء الله يا رب العالمين، غير دعيو معايا بطول العمر. وفيه حتى واحد البلاكار هنا، انت راه قلت لك عمروني بلاكارات تشبعت. كاع داكشي اللي ما كانش عندي بلاكارات في الدار الاخرى لقيته في هذه، وتا هو كيخرج لنفس البالكون اللي شفتو معايا في بيت النعاس. فالبيت قلت لكم صغير ولكن كلشي حد قدو وزويون، انا عجبني بزاف على قياسي وعلى داكشي اللي كنبغي. وتبارك الله شوفوا الشجره طالعه حتى للثوازيام ايطاج، هانتوما الطوبلات كيبانوا لكم لتحت هما، هذه نفس الطلع من الكوزينه، هي نفس الطلع من هنا. فالبيوت كلهم مضويين، ما كاينش شي بيت اللي نقول لكم ظلم ولا، والشراجم باش ان شاء الله ما نلقاش شي مشكله في الغمال ولا. اكيد هاد الدار الحل انت كتحل من هنا، ها كاين هذا كيتحل من هنا، كاين الاخر كيتحل من الكوزينه، هذا كيتحل من تما، فاش غادي يسخن الحال عاوتاني غنبدا نحلهم كاملين ونحس بالدار فخاش. المهم طولت عليكم البنات بزاف، ولكن راه من فرحتي، ومني كنكون فرحانه راه كنبغي نفرق نقسم معكم الفرحه ديالتي هادشي اللي كاين. شنو غادي نقول لكم بلاتي نقلب لكم الكاميرا باش نقول لكم شكرا من القلب. وهنايا البنات غادي نقول لكم شكرا 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 اللي بقات معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو، شكرا لك بزاف ومرحبا بك. وان شاء الله غتبدا حياه جديده، غيبدا عام جديد، غادي نبدا ان شاء الله في فلوغ جداد، كيفاش ندير الترتيب، كيفاش غادي ننظم داكشي. وانتم كتعرفوني كنموت على هادشي ديال التنظيم وكل حاجه تكون في بلايصتها وهادي هكا. المهم غتشوفوا معايا كلشي، نتمنى تاخذوا ولو افكار بسيطه من هادشي اللي كنتقاسم معكم، وخليكم معايا اكيد اكيد كاين الجديد بزاف. المهم البنات واخيرا وليس اخرا، انا غادي ندير هاد اللي قلت لكم قبيله خصني نديرهم في الدار، هادو نمشي نشوف معكم الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. غادي نحاول نديرهم في الدار كامله. المهم البنات هنايا انا غنوري لكم هاد اللعيبات هادو اللي شريت، سميتهم بالسان، كيسميهم هنا بالسان. المهم كنديرهم كيخرج منهم واحد الدخان وكيتسلق في الدار كلها، باش كل قنيس كيدخل ليه الا قلت لك كاين شي نمل ولا سراق الزيت ولا، المهم اللي كان الحشرات اللي كانوا كديريهم قبل في الدار باش منين كتدخلي راه كتبقاي اكثر من عام ولا ما عندك حتى شي مشكله. دابا هاد البيت الصغير غندير فيه هذه، شفتوها تا
صافي دابا شويه غادي تطلق الدخان بزاف، خصني نخرج بالزربه. غنحطها هنا في النص ونسد البيبان. ها انتما شفتوا هذه دابا غتحيد عليا الوسخ كامل، والا كاينه شي حشرات ولا نسد عليها. وديال البنات درت واحد الفضيحه، هذاك اللي وريت لكم في الاخر، داك ديك البومبا اللي درت ديال الحشرات وداك الشيء، حليتها وهو يسحب. واش ما حيتش داك البلاصه اللي كانت نايره بدات كتغوت عاوتاني؟ مشكله هذه. ايوا سمحوا لي البنات، كل مره كنقطع لكم. درت فضيحه وصافي، قلت لكم شعلات هذيك ديال لاغم، داك الدخان يسحبو، واش غادي يكون يسحب لا واش شعلات العافيه ولا. وبدات بي 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 ويلي 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 ويلي، مازال ما دخلت للدار ودرت دخلت بفضيحتي. عرفتي جاني الموت ديال الضحك من راسي. في الاول تخلعت من كدبش عليك، كنقول ناري عندك غير اللي يجي ولا هادو البومبيه ولا، ونولي من نهاري الاول فضيحتي فضيحه في العماره. المهم راه الحمد لله وقفات، دخلت واخا داك الدخان وداكشي ما خصكش تكوني في الدار. دخلت درت الماسك ديالي ودرت جوج ديال لي ماسك وداكشي، ودخلت لداخل حتى حليت الشراجم، وبقيت حتى وقفات ديك لالارم. ويلي زعما نعاودش لك من نهاري بديت هكا. ردوا البال البنات بزاف من هاد القضيه اللي عندها هذاك لو سيستيم ديال لالارم. راه الا تحرقات غير شي حاجه في الكوزينه ولا تحرق لها شي طاجين ولا كتشعل لالارم. هي مزيانه ولكن اون ميم طون انت ما كتشوفو كدير فضيحه. يلا البنات خليكم معايا.